المئات من العوائل المسيحية غادرت مدينة الموصل بعد ان تلقوا تهديدات بالقتل من عصابات داعش الإرهابية في حالة عدم اعتناقهم الإسلام او مغادرة الموصل. دعوا بالجوامع ولا واحد نصراني يبقى في الموصل. انطيناكم مهلة ليوم السبت الساعة 12 الظهر تنتهي، يا اما الإسلام، اربع فقرات انطونا، اما الإسلام اما الفدية تنطون، اما ناخذكم اسر يعني ايش اسمه، او تتغادرون النينوى نوصل. احنا استمعنا له قلنا كذب يعني، ماكو احنا بلدنا قاعدين يعني، هذا حكي ناس يعني يحجون عادي. صارت الجمعه اشو بدت بالصبح، نزلت سيطرات تطلع العالم، بدا التسليب فلوسنا وذهبنا كله باقوه، اجي حوالي 40-50 مليون موبايات، حتى عندي موبايل انا ظل عندي، وعندي فلوس بجيبي اشتغل بيها دواء، عندي مرض منتم بالقلب ماكو، فحتى اما فلوس اللي عندي ما خلوا لي ولا فلس ولا درهم ما خلوا لي، بس عندي كنيس بجيبي الله وكي قال خذوا هذا لك. عصابات داعش المجرمة بعد دخوله الى المدينة اصدرت وثيقة طالبت فيها المسيحيين باعتناق الاسلام او دفع الجزية او مغادرة الموصل لتستولي هذه العصابات المجرمة على عقارات وممتلكات ابناء الموصل من المسيحيين. يعني الوضع ما مليح، لا هوني ولا هونك، ومر ما مرتاحين، ياخذون الذهب والفلوس كل شيء ما يخلونه، ايه ونطلع حواسنا علينا بس كل شيء ما ناخذ. عصابات داعش الاجراميه تجي على مواطن عراقي، اطلع اترك بيتك، اترك اثاثك، جيب مصواتك، جيب فلوسك، جيب سيارتك، شنو يعني هذا الحكم او هاي السلطه منو انطاه؟ منو فوض واحد على واحد بهاي السلطه؟ الله خلق البشر كلها سواسيه، وعلى الناس ان تكون كلها سواسيه، وما يفيد بناء الوطن الا التلاحم الوطني، وان نكون جميعا كفا واحدا وفكرا واحدا وخطوه واحده لبناء هذا الوطن. تهجير المسيحيين جاء بعد قيام عصابات داعش بقتل واختطاف المئات من أبناء التركماني والشبك والإيزيدية وسرقة ممتلكاتهم وتفجير العديد من دور العبادة والحسينيات. سيمير سلوكا العراقية من الطرف الموصل.